المال البشري الذي هو المحور لكل السياسات اللي يمكن توضع الفاعل السياسي ولا الجمعوي، هي كلها تتمحور حول كيفية إعطاء العنصر البشري أو الرأس البشري حياة سليمة حتى يمكن أن يكون فاعلا في المجتمع. وبالتالي نرى أن مسألة البيئة، وهنا أشكر المصد الذي اهتم بهذا الجانب، جانب البيئة وجانب التأثيرات المناخية في المنطقة في الإقليم أو الجهة في البعد ديالها العلمي. أنا أعتقد أنه الأساتذة لا البارح ولا اليوم كانوا موفقين في إعطاء أرقام دقيقة وكتهم من جانب الجغرافي والإيكولوجي، يعني هذه معطيات محطوطة موضوعة، ولكن كاين الجانب العلمي أعطى أرقام دقيقة، وهذه الأرقام تسائلنا جميعا كفاعلين سياسيين كفاعلين جمعويين ما العمل؟ لأن هي الأرقام هي ناطقة أمامنا، ولكن ما العمل؟ هذا سؤال، هذا السؤال الذي يجب أن ننكب عليه جميعا لنضع حل أو يعني للنزيف الذي تتعرض له البيئة خاصة في هذه المدينة. والأخ سينان ربما عارف المسألة هذه لأنه قد تعرض أكثر من مرة، يعني ما يقع في المدينة من 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 يعني من من ضرب نزيف أو هدر البيئة، يعني فيما يقع في المصب ديال الوضحاق، فيما يقع في المطارح والأثر ديالها على الجانب الصحي. وبالتالي هنا أنا أدعو، أنا ما عنديش سؤال، ولكن يجب أن نفكر جميعا من هذا من هذه الندوة، هذه أن نفكر جميعا في 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 طرح يعني بديل لما يقع في هذه المدينة. يجب أن 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 أن, أن أن نخرج من هذا اللقاء يعني بإعلان يعني صريح موجه للفاعل السياسي باش ياخذ المبادرة ويدخل في هذا الموضوع. أعتقد أنه أنا كان نشد على هذه المسألة، أنه خصنا هذا الندوة خصنا نخرجوا بإعلان يعني أو بتوصية يعني هذا يعني من مطلب أساسي بالنسبة لي.